السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نكمل وياكم سلسلة من المحاضرات اللي تخص مادة الهيدرولوجي للمرحلة الرابعة، قسم المرحلة الرابعة اللي هي فيما يخص الهندسة المدنية، قسم هندسة تقنيات البناء والإنشاءات. اليوم إن شاء الله راح ناخذ المحاضرة Lecture 6 اللي تخص الإيفابوريشن، اللي تخص التبخر. يعني كالمعتاد خلينا ناخذ بداية هذا الفصل هو شنو هو تعريف التبخر، ونشرح بشكل سريع جدا المقدمة أو المدخل الأساسي لهذا الفصل. نتذكر في الفصول السابقة أو في الفصل الأول وشرحنا دورة الماء في الطبيعة، وشرحنا التبخر، وشرحنا عناصر دورة الماء في الطبيعة اللي تشمل التبخر، تشمل الأمطار، الرين فول، وغيرها وغيرها من الأجزاء الأخرى. وذكرنا إذا نتذكر أنه التبخر عرفناه على أنه تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بتأثير درجة الحرارة. وقلنا يعني وبشكل مهم جدا أنه التبخر هو يعتبر جزء أساسي من المفقودات. يعني إذا تتذكرون قلنا أنه الإيفابوريشن وقلنا البريسيبيتيشن، قلنا الأمطار هو إنبوت، هو عامل أو عنصر مهم جدا لتوفير عنصر مهم جدا في دورة الماء في الطبيعة، هو يعتبر الجزء الأساسي في زيادة كمية معدل الماء في الطبيعة. وقلنا التبخر هو جزء من المفقودات، وقلنا هناك عناصر أخرى هم تعتبر جزء من المفقودات، هي الأبتو فلو والجراوند ووتر وغيرها وغيرها من الأجزاء من العناصر الأخرى. وقلنا كذلك مصطلح ثاني مهم جدا شرحناه، واللي هو قلنا عليه النتح الترانسبريشن، لا تتذكرونه، وجمعناه ويا الإيفابوريشن وأصبح مصطلح واحد اللي هو الإي تي. وقلنا هو عبارة عن مجموعة تبخر من المسطحات المائية ومن أجزاء النباتات، وأصبحت في مصطلح واحد لصعوبة حساب كل جزء على حدة. اليوم راح ندخل على موضوع الإيفابوريشن، في موضوع التبخر، وكذلك في موضوع الترانسبوريشن اللي هو موضوع النتح في نفس الوقت بالمجموع الكامل لكلا العنصرين. نجي في المقدمة شرحنا هو التعريف، قلنا الإيفابوريشن، قلنا التبخر هو عملية تحول المادة السائلة لحالة الماء من الحالة السائلة لحالة غازية بتأثير درجة الحرارة. هناك عوامل، هناك مجموعة من العوامل اللي تؤثر على التبخر أو تؤثر في زيادة أو نقص عملية نقص معدل التبخر في الطبيعة. خلينا نوجز هذه النقاط في ست نقاط أساسية مهمة جدا. النقطة الأولى والمهمة جدا هو ضغط البخار، وضغط البخار vapor pressure اللي هو عبارة هو يتناسب معدل التبخر مع الفرق بين الضغط المشبع عند درجة حرارة الماء مع ضغط البخار الحقيقي في الهواء. يعني طبعا هذا الكلام تم ترجمته في معادلة هي معادلة دالتون اللي راح ناخذها بالمحاضرات القادمة إن شاء الله. يعني ضغط الماء المشبع اللي يكون على سطح الماء، وكلما يزيد ضغط البخار الماء المشبع كلما زاد التبخر، وإذا تساوى ضغط البخار المشبع مع ضغط الهواء الحقيقي راح يتوقف بها التبخر. طبعا هذا الشرح وهذا هذا 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 الكلام أثناء المعادلة راح يكون واضح وسهل جدا، وممكن أنت تختزله بمعادلة بسيطة من خلال معادلة دالتا. نجي للعامل الثاني والعامل المهم جدا هو معامل درجة الحرارة. وعامل درجة الحرارة كالمعتاد وشيء معروف بأنه تزداد سرعة التبخر مع زيادة درجة الحرارة عند بقاء بقية العوامل ثابتة. العامل الثالث اللي هو wind speed، عامل سرعة الرياح. سرعة الرياح طبعا أنا من يقول عامل يعني يقول إنه ضغط البخار، وعندما يقول درجة الحرارة يفترض هذا الكلام هو يترجم على معادلات، وبالتالي راح يكون هناك
كيفية حساب معدل التبخر، وهو معدل التبخر اليومي. ويند سبيد اللي هو سرعة الرياح، قلنا كلما زادت حركة الهواء كلما زادت عملية التبخر، كلما زادت حركة الرياح كلما زاد عملية التبخر، وهذا كلام تم تمثيله في معادلة معينة. ليش؟ لأنه طبعا كالمعتاد يعني الهواء دائما يساعد في إزالة جزيئات الماء المتكاثفة اللي هي موجودة على السطح على سبيل المثال، وبالتالي راح يفسح مجال للجريان ويفسح مجال لمن للتبخر في نفس الوقت. هذا هو فيما يخص المندسبيد. العامل الرابع اللي هو العامل الرابع اللي هو الضغط الجوي. الضغط الجوي كلما صعدنا للأعلى، طبعا الضغط الجوي ينخفض عند المرتفعات، فكلما صعدنا إلى الأعلى راح ينخفض الضغط الجوي، وبالتالي راح يقل عملية التبخر. عندنا النقطة الخامسة أو العامل الخامس المهم جدا اللي هو الكواليتي اوف ووتر، نوعية الماء. نوعية الماء لها تأثير كذلك في عملية التبخر. يعني كل ما عندك على سبيل المثال فريش ووتر اللي هو الماء النقي أو الماء الصافي، وعندك ماء مالح على سبيل المثال، فدائما الماء النقي يكون التبخر به أعلى نسبة معدل التبخر أكثر من الماء المالح. والدليل على ذلك يعني for example under identical conditions، يعني تحت ظروف متماثلة، ال evaporation from the sea water is about 2 to 3% less than that from the fresh water. يعني يقول لك في نفس الظروف المحيطة، بنفس الظروف المتماثلة، إذا كان عندك فريش ووتر، إذا كان عندك ماء صافي وماء مالح، دائما أخذنا مثال إنه السي ووتر، إنه الماء البحر اللي موجود، نسبة معدل التبخر به هو من 2 إلى 3 أقل من الفريش ووتر هو الماء الصافي. إذا الماء المالح دائما هو يساعد في تقليل عملية التبخر. هذا فيما يخص الكواليتي اوف ووتر. العامل الاخير هو العامل اللي هو سايز اوف ووتر، اللي هو حجم الكتله المائيه. يعني كل ما كبرت الكتله المائيه كل ما زادت المساحه السطحيه للماء كل ما زاد التبخر. كذلك كل ما قلت الكتله المائيه، حجم الكتله المائيه على سبيل المثال بحيره صغيره جدا، كل ما قلت المساحه السطحيه للماء وبالتالي راح تقل، راح تقل عملية التبخر، وفي نفس الوقت راح تقل تقل راح تسرع من البحارات الصغيرة من عدم محافظة على درجات الحرارة. دائما البحارات الكبيرة هي تحافظ على درجات الحرارة، أما البحارات العكس البحارات الصغيرة. هذا فيما يخص العوامل المهمة اللي شرحناها كذلك ابتداء من ضغط ابتداء ابتداء من ضغط البخار وانتهاء بالحجم الكتلة المائية. نجي طبعا ضغط البخار على مود ارجع للنقطة الأولى المهمة جدا واللي قلنا عليها تم تعريفها على أنها تم ترجمتها بالمعادلة التالية، هي معادلة دالتون، المعادلة المهمة جدا اللي يقول أنه معدل التبخر، هذه هي المعادلة هذه اللي موجودة، أنه معدل التبخر الموجود عبارة عن سي من سي اي دبليو ماينس اي اي. طبعا الاي معدل التبخر هو وحداته، وحداته مليمتر بير داي، مليمتر بير سفن داي، مليمتر بير ويك، مليمتر بير مان، متر، اي وحده. المهم هذه هي طريقه الحساب معدل التبخر. سي هو كونستانت، و اي دبليو اند اي اي قلنا عليه الاي دبليو هو هو الضغط المشبع، هو الضغط المشبع، ولي ايه هو ضغط الهواء، ضغط الهواء الحقيقي، ضغط الهواء الحقيقي. فانت كلما زاد الضغط المشبع كلما زاد معدل التبخر، وهذا هو ان التساوي بينهما راح يكون هناك يتوقف عملية التبخر، معدل التبخر في الجو. نيجي على موضوع الثاني، والموضوع اللي هو كيفية حساب التبخر، أو طرق حساب التبخر. طبعا بالتأكيد عندنا حسب الكتاب والمنهج المقرر عندنا 3 طرق مهمة جدا لحساب التبخر. أكو طرق يسمونها الطرق العملية،
الطرق العملية براكتيكال ميثود باستخدام بيانات قياسات التبخر أو باستخدام أجهزة التبخر وهناك طرق أخرى هي طرق الإمبريكال إكويشن المعادلات الحسابية من المعادلات الحسابية وطريقة المعادلات التحليلية في نفس الوقت. راح ندخل واحدة واحدة بالتفصيل ونتناول مجموعة من الأمثلة على كل حالة علمية. عندنا الطريقة الأولى هي البراكتيكال ميثود الطرق العملية باستخدام الأجهزة هناك مجموعة أجهزة استخدمت لقياس التبخر. من هذه الأجهزة عندنا ثلاثة أجهزة مهمة أو بالأحرى أربعة أجهزة، عندنا الكلاس أي فابوريشن، عندنا أي أس أي ستاندر بان، وعندنا كورودو بان، وعندنا كيو أس جي أس فلوتينج بان، اللي هي هاي الأنواع الأربعة اللي موجودة عندنا. هاي المعادلة طبعا هذا يعني الايفابوريشن بان هو عبارة عن حوض معدني، هذا هو الايفابوريشن بان. يعني نعطي مثال بسيط على واحد من عندهم الايفابوريشن، طبعا تفصيل التفاصيل على هذه الاحواض موجودة بالكتاب، ممكن انت تطلع عليها وتشوف ابعادها بالتفصيل وفوائدها وكيفية استعمالها. لكن اعطي فد او جزئكم خليني اشرحها بشكل موسع لانه كذلك هي مهمة جدا، لانه طريقة تستخدم للمقارنة مع النتائج معدل التبخر مع بقية الطرق اللي هي طريقة استخدام المعادلات او استخدام المعادلات التحليلية. نجي هذه الطريقة على سبيل المثال هو عبارة عن بان ايفابوريشن، هو عبارة عن حوض معدن، وهذا الحوض المعدني له ابعاد معينة. يعني على سبيل المثال هنا هذا القطر، هذا الحوض المعدني 120.7، هذا طبعا ستاندر، هذا الحوض، هذا المادة مصنوعة من المعدن ألمنيوم حديد وتبر. ارتفاع هذا المعدن هو 25 سنتيمتر، والووتر ليفل اللي موجود بيه هو عبارة عن 20 سنتيمتر. هذا هو الووتر ليفل، هذا هو الووتر ليفل. اوكي، يوضع هذا طبعا يوضع على الأرض أو في المنطقة المراد قياس فيها معدل التبخر، لكن يتم رفعه على قاعدة خشبية. لا تلاحظ هذه هي القاعدة الخشبية، وهذه مهمة جدا، القاعدة الخشبية على مود ما يتأثر به بدرجة الحرارة الموجودة على التربة. بالتأكيد أغلب هذه الأجهزة هي مغطاة بشبكة معينة، يعني هذا إذا تلاحظ هذا الواير مش كفر، هذا الواير مش كفر كلش مهم، هذا الواير مش كفر، هذا راح يتجنب إذا سقوط الأشياء به، أو ممكن يتم بعض الحيوانات تشرب الماء من عنده، أو يعني يكون له فد حماية معينة. هذا الحوض اللي موجود عندنا هذا يخلونه في منطقة مفتوحة بعيدة عن البنايات، على مود ما يتأثر بالبيانات أو ما يتأثر بأي شيء آخر. هذا هو الحوض اللي موجود عندنا، طبعا الحوض بجهاز، هذا هو الجهاز اللي موجود هنا أو مسطرة موجود measuring devices. هذا على سبيل المثال، تطيح قيس اليوم الباني برمشن تعبيه لحد معين من المي، على سبيل المثال 25 سنتيمتر، وتجي تقيسه وتجي تتأكد من عند اليوم الثاني، وتقيسه كذلك بالمسطرة وشوف الفرق اللي موجود عندك بالمنسوب المي، وتحس الفرق، بدأ عرفت انه معدل التبخر به في الفترة المعينة. لكن هذا ما ينتهي بهذا التفصيل، لكن هناك معامل تصحيح راح نجي نتطرقه ونشرحه بالمحاضرة القادمة في نفس الوقت. طبعا لازم تعرف، يعني لازم تعرف ما هو شنو هو الانيشال ووتر اللي موجود، انه راح يقول فاينل، الفاينل بالتالي راح تطرح تطرح بيناتهم، والفرق بيناتهم هو يعتبر معدل التبخر. مثل ما قلنا انه هذا المادة، هذا الحوض هو مصنوع من مادة معدنية سواء كان حديد او الومنيوم، وبالتالي هذه المادة المعدنية تؤثر على القراءة، وبالتالي سوف يزيد التبخر عند وضعه الطبيعي. لذلك قراءة البان ايفالويشن تحتاج الى معامل تصحيح. ليش؟ على سبيل المثال هاي المادة المعدنية ممكن تتأثر بدرجة الحرارة بشوية، يكون درجة الحرارة ممكن تأثر على قيمة التبخر، وبالتالي راح يزيد من عمل التبخر، لذلك يرتئوا انه يضعون معامل تصحيح
معامل التصحيح سمي بان كوفيشنت. إذن هذا قبل ما أنتقل لمادة البان كوفيشنت، عندي هذه الأنواع الأربعة بأشكال مختلفة. أكو من عنده موجود في الحوض على مدة تلائم درجة الحرارة مع درجة الحوض، أكو بشكل مربع على مدة عندنا، وأكو هذا الموضوع الثاني اللي أساس سنتر بان في نفس الوقت. لكل حالة معينة، لكل نوع من أنواع البان إيفابوريشن هنا أو البراكتيكال ميثود اللي موجود هنا، إلها معامل تصحيح خاص بها، معامل تصحيح خاص بها. طبعا إذا تريد تاخذ هذا البان إيفابوريشن، أو تريد تاخذ هذا الحوض، إذا تريد تاخذ هذا الكلاس على سبيل المثال، وتريد تعرف معدل التبخر في بحيرة معينة، راح تخليها من البحيرة لازم تضربه في معدل التصحيح. هذا معامل التصحيح موجود حسب الجدول الموجود عندنا هنا، يعني حسب الكلاس اللي موجود عندك او حسب البان اللي موجود عندك. ابتداء كلاس A راح نعطيك الكلاس A راح يكون الافريج فاليو للسي بي اللي هو البان كوفيشنت اللي موجود عندنا، راح تكون 0.7. اذا هي تتراوح من 0.7 الى 0.8. يعني انا استنتج انه معامل التصحيح يتراوح من 0.6 الى 0.8. هذا دليل على انه القراءه الحقيقيه للليك ايفابوريشن راح تقل، لان 0.7 هو قيمه قليله مع البان ايفابوريشن الموجود عندنا، وبالتالي هالقراءة راح تقلل من قيمه الليك، وهذا يكون قريب من الواقع الحال. هو ما زالت هي طريقه حسابيه تقريبيه، وليست هي حقيقيه في الواقع. هناك صعوبه جدا، هناك فرق مثل ما شرحنا سابقا، وقلنا ان حجم كتله الماء لها تاثير كبير جدا في عمليه التبخر. تقارن انه التبخر في حوض صغير مقارنة ببحيرة، لذلك ارتأوا انه يضربون في معامل التصحيح. هذا معامل التصحيح اللي هو يعتمد على نوع الباني الموجود عندك، وبالتالي تقدر تعرف الايك ايفابوريشن موجودة. اذا هذه القراءة هي لا تمثل الواقع الحقيقي. السبب هو كتلة الماء الموجودة في البان هي اصغر بكثير من كتلة الماء الموجودة في البحيرة، لذلك التبخر يختلف مزاياه عن بقية. دليل على ذلك على سبيل المثال الرياح، المساحة السطحية، هاي واحدة من الأسباب الموجودة. كذلك مهم جدا تعرف، إذا تريد تحسب الليك ايفابوريشن، لازم تضرب البان ايفابوريشن اللي موجود عندك في موقع، في المحطة اللي موجودة عندك، القراءات اللي موجودة عندك. على سبيل المثال معدل التبخر عندك في 2 سنتيمتر، لازم تضربها في من نضربها في معامل التصحيح. معامل التصحيح اللي موجود عندك، معامل التصحيح حسب نوع البان اللي موجود عندك. اعطيك مثال بسيط جدا على هذا بسريع جدا. اخذت حوض معين، خليته في قريب من بركه معينه، في البركه معينه تركته لمده 24 ساعه. اليوم قريت انا 25، اليوم الثاني قريته عن طريق المسطره، والفرق قرا لي 20. اذا الفرق كان عندي 5 سنتيمتر اللي هو التبخر. هذا 5 سنتيمتر هو يفترض انه اذا اريد نمثله على واقع الحال لهذه البحيره لازم نضربه في معامل التصحيح، على اعتبار انه احنا استخدمنا الكلاس اي لاند بان اللي موجود عنده. لازم نضرب ال 0.77% من ال 5 سنتيمتر، ممكن تكون هي تمثيل الواقع الحال. كذلك عندك موضوع مهم جدا، ايفابوريشن ستيشنز. يعني على سبيل المثال انت انا من الممكن تخلي بان واحد، يعني حوض واحد، وممكن تضع 5 أو 6 أو 7. هناك معايير على هذا الموضوع، والمعايير تعتمد على من؟ تعتمد على الاريا، وتعتمد على الزون تايب، الاجواء، المنطقه اللي مغيرات قياس معدل التبخر. مثلا منطقه كلما زادت الاجواء، كلما زادت درجه الحراره، او كلما كانت الاجواء حاره جدا، كل ما تزيد الـ required number of stations، يعني كل ما تزيد من عدد المحطات أو عدد الأوعية. يعني في الـ RF zone اللي هي درجة حرارة تكون عالية جدا، يقول لك إنه نحتاج على سبيل المثال نحتاج حوض واحد يغطي لك 30,000 كيلومتر مربع. إذا عندك human temperature climate اللي هو موجودة في درجات الحرارة في الأجواء الحارة الرطبة، على سبيل المثال تحتاج انه حوض واحد اللي يغطي لك تقريبا 50,000 كيلومتر مربع. واخيرا في الاجواء البارده جدا ممكن يقدر يغطي لك 100,000. يعني كل ما كانت الاجواء بارده كل ما قل عدد الاحواض اللي موجوده. هذا هو المعايير المهمه اللي تستخدمها في
في الأعراض. إذن إحنا هاي الطريقة هي طريقة البراكتيكال. قلنا البراكتيكال ميثود عندنا مجموعة أجهزة، هاي هي الأجهزة العملية اللي تستخدم في واقع حالها الموجودة حتى في العراق. بعض الأجهزة موجودة للأنواع الجوية، لا تتأكدون هناك موجودة، ممكن نعرف عملية البخارية موجودة سواء كانت من المسطحات المائية أو كانت من نتيجة النباتات اللي قريبة من المسطحات المائية. خلينا ننتقل إلى الطريقة الثانية. الطريقة الثانية وهي طريقة الـ equations للـ empirical evaporation equation، طريقة المعادلات. طريقة المعادلات وهي طريقة سهلة، وطريقة سهلة طبعا، وطريقة من أشهر يعني، تمت مقارنتها في واقع الحال ويعني قريبة نتائجها وجيدة ولا بأس بها يعني. لكن كل هذه المعادلات كلها تعتمد على المعادلة الأساسية، هي معادلة دالتون إيكويشن. معادلة دالتون إيكويشن يعني هي كلها مشتقة من هذه المعادلة. في بدء إذا تتذكرون دالتون إيكويشن مجرد إذا أول معادلة طورها، أول معادلة الموجودة عندها كان فقط يعتمد على الضغط الجوي. الضغط الجوي هو معامل، لكن باستمرار طور المعادلة مالته، طورها وبالتالي دخل موضوع الرياح في نفس الوقت. لذلك أصبحت الرياح لها تأثير في التبخر. طبعا هذه المعادلات لازم هناك بيانات وهناك حسابات كبيرة. هذه البيانات يجب أن تستخدم أو تستخرج من الأنماء الجوية المتوفرة. بالتالي عندك مجموعة متغيرات. هاي المتغيرات لازم توفرها بيانات موجودة. هاي بيانات تماما من الأنواع الجوية. خلينا نجي لأول معادلة، هي معادلة دالتون إيكويشن اللي موجودة عندنا، عبارة عن إي أب اللي هو معدل التبخر. معدل التبخر عبارة في كي اللي هو كونستان ثابت، في اف يو اللي هو دالة الرياح، وهو عامل مهم جدا يتأثر على معدل التبخر، وشرحناه وقلنا الرياح مهمة جدا. كل ما زادت الرياح كلما زاد عمليه التبخر، لكن هناك حد معين يصبح عند الرياح غير ليس له تاثير. عندك الاي دبليو ماينس الاي اي. الاي دبليو اللي هو ضغط البخار المشبع، ضغط البخار المشبع، والاي هو ضغط الهواء الحقيقي. طبعا اذا تذكرون ضغط المشبع هذا بالفصل الثاني راح تلقون عنده معادله. طبعا اكو جداول تقدر تحسب بها، جداول موجوده تعرف من عنده ضغط الساتوريتد بريشر موجود عندنا، تقدر تعرفه او عن طريق المعادلات. المعادله اذا تتذكرون بالفصل الثاني، انا ما اشرح لكم الفصل الثاني، لكن المهم ان ترجعون على الفصل الثاني شلون تحسب اي دبليو. انا راح اعد مثال، من خلال المثال راح اقول لك شلون راح تحسب اي دبليو والاي اي في نفس الوقت. طبعا بالفصل الثاني راح تلقى بيه مجموعه، راح تحسب، راح تلقى بيه تاثير درجة الحرارة، وراح تلقى فيها الرطوبة النسبية، مجموعة عوامل مهمة تطلع عليها لأنه تحتاجها. طبعا أنت ما مطلوب من عندك أساسا تحفظ هذه المعادلات، لأن راح تكون هي متوفرة أثناء الأسئلة إن شاء الله، في ذيل الأسئلة في طرف الجهة الثانية، فما مطلوب من عندك، لكن مهم جدا شلون تعرف شلون تطبقها، شلون تعرف تتعامل بهاي المعادلات. لذلك الفصل الثاني مهم جدا تعرفه، تقرأه بشكل سريع جدا على ما تفهم عملية تطبيق المعادلات، لأنه العنصر الوحدات مهم جدا. أكو معادلتين في نفس الوقت. إذا أعطيك مثال معين، إذا على حساب هذا الساتوريتد بريشر إلى معادلتين، معادلة بحساب المليمتر بالزئبق، وأكو معادلة بحساب الباسكال، فالوحدات تتغير. لازم تتمرن على العملية الحسابية على ما تقدر تطبقها في عملية التبخر. نيجي لمعادلة مايلز اللي موجودة عندنا هنا، هاي المعادلة الثانية اللي هو سنة 1915. المعادلة تنص على أن إي أل تساوي كي إم اللي هو ثابت، كي إم ثابت معين، والكي إم هو يعتمد على الحجم، حجم البحيرة. يعني في البحيرات الكبيرة جدا الكي ام يكون 36 ثابت، يعني 0.36، والبحيرات الصغيرة ياخذون 0.55. وطبعا هذا العفو 0.50، وهذا موجود عندنا هنا، هو هذا الكوفيشنت كامل other factor values of 36 for large deep water and 0.5 for small shallow waters.
يعني هذا هو مهم جدا تعرفه. كذلك هذا اللي يمكن عرفناه مسبقا، ضغط الماء الساتوريتد بريشر وضغط الهواء الجوي، زائدا دالة الرياح. دالة الرياح نترجمها مول مايلز هنا بالمعادلة مالته، عبارة عن 1 زائد U9 على 16. شنو هو معنى 1 زائد U9 على 16؟ هنا قال إن U9 هنا هي سرعة الرياح على ارتفاع، سرعة الرياح في الارتفاع 9 متر، على 9 متر. يعني إذا تسألني ليش هو 9 متر، ليش على ارتفاع 9 متر؟ الارتفاع 9 متر لأنه اقترح أنه هناك يقدر يتجنب العوارض، يعني 9 متر كل متر في الساعة طبعا، وهذا وحدة الفيلوسيتي الموجودة عندنا دائما، اللي يتجنب الأبنية العالية، يتجنب الأشجار، يتجنب التفاصيل الأخرى. لذلك اعتمد معدل التبخر على بمعامل يوناين أوفر 16 لإيجاد عامل التبخر. طبعا مثال على الموضوع ممكن تقدر نحله. طبعا إذا تريد تعرف سرعة الرياح بأي ارتفاع معين، عندنا معادلة في هذا الخصوص. والمعادلة تقول إنه قيمة الرياح عند ارتفاع معين، اليو اتش على سبيل المثال يو على 1 متر، راح تساوي سي اللي هو كونستان في اتش اللي هو الارتفاع اللي عندك مرفوع الواحد على 7. يعني على سبيل المثال بالمثال أريد التبخر على ارتفاع 2 متر، ارتفاع 3 متر، التبخر على ارتفاع 5، معدل التبخر على ارتفاع 6 متر. بالتالي لازم تعرف تحسب الارتفاع، السرعة على الارتفاع المعين المطلوب من عندك، وبالتالي راح تطبق المعادلة، ومن ثم نقدر نجد عمل نجد معادلة التبخر للارتفاع المطلوب. هذا هو المعادلة الثانية اللي هي أساسا معادلة تم تطويرها للمعادلة دالتون الأولى اللي موجودة، وأخذ نظرة باي فانكشن دالة الرياح. معادلة روهالز اللي هو المعادلة اللي سنة 1931، اللي معادلة أكثر تعقيد حقيقة، إنه أخذ بها عامل إضافي جدا، هو عامل الضغط فيما يعتمد على السرعة وعلى الضغط في نفس الوقت. إذا تلاحظ إنه عبارة عن يلد المعدل التبخر يساوي 0.7771، افتح قوس 1.465 ماينس 0.00732 بي اي، افتح قوس 0.44 زائد 0.0733 يو اي، اي دبليو ناقص اي اي. طبعا اكو جداول خاصة بهذا الموضوع، خاصة بهذا الموضوع ممكن نقدر نعرف من خلالها، من خلالها شلون يتم تطبيقها، شلون يتم حساب هذه المتغيرات كلها. يعني في اي معدل قراءة الباروميتر بالزئبق يعني، والفي اي طبعا هنا اليو اي هي السرعة، والفي اي هو مستوى، هي معدل سرعة الرياح بالكيلومتر بالساعة عند مستوى الأرض. يمكن أن اعتبارها نفس السرعة على ارتفاع الفت لمتر فوق ال 0.6 متر فوق مستوى سطح البحر، يعني الفي اي اللي أخذه هنا في معادلة روهالت، اعتبر انه السرعة على ارتفاع بالكيلومتر بير اور على ارتفاع 0.6 هايت ابوف جراوند. هذه ملاحظة لك مساهمة في الحسابات. طبعا اكو معادلات اخرى، هاي المعادلات انا تناولت لك معادلات مهمة جدا، اكو معادلات اخرى اذا تروح للكتاب راح تلقاها، مهم جدا انك تطلع عليها وتعرف شلون تكون كيفية يتم حسابها. نجي على سبيل المثال، قبل ما أدخل للمثال اللي موجود هنا، أكو مجموعة جداول لازم تتعرف عليها. هاي الجداول أنا يمكن دزيت فصل اللي خاص فيما يخص في الفصل chapter أو evaporation من الكتاب المقرر اللي موجود عندنا. راح تلقى فرضاً سبيل هذه الشابترات اللي موجودة في هذا الشابتر، أكو مجموعة جداول مهمة. هاي الجداول أنا راح أوفر لك إياها أثناء الامتحان، لكن مهم جدا شلون تتعامل، تعرف شلون تتعامل وياها. على سبيل المثال هذا جدول مهم جدا لحساب الـ EW، في نفس الوقت الـ A، الـ A راح أخذها بالمعادلات اللاحقة إن شاء الله. وأكو شابتر آخر، أكو عفو، أكو تيبل آخر لحساب الـ HA، أنا ما راح أتطرق عليها مبدئيا،
لكن مهم جدا تعرف هذا ساتوريتد بريشر شلون يتم حسابه بوجود درجة الحرارة. طبعا هي دبليو تقدر تحسب، تقدر تستنتج من الجدول التالي، الجدول التالي، أو ممكن خلال المعادلة اللي موجودة عندك حاليا اللي هي دبليو عبارة عن 4.584 اكسبوننشال اللي موجودة اللي هي عبارة 17.27 تي درجة الحرارة اللي هو الدرجة المئوية السيليزية على 287.3 زائد تي. هاي المعادلة هي موجودة عندك بالفصل الثاني في نفس الوقت، وممكن أن تستخدمها في تستخدم هذه المعادلة لاستنتاج بوجود درجة الحرارة، أو ممكن من خلال الجدول، يعني على سبيل المثال إذا درجة الحرارة 10 ممكن تطلع 9.21، لكن إذا قلت لك على سبيل المثال عند درجة حرارة 9، فالتسعة هي ما موجودة، فلازم نسوي لينير انتربوليشن على مود تعرف لينير انتربوليشن بين 7.5 و10 على مود تقدر تعرف الـ EW، أو من خلال المعادلة مباشرة وسهلة سريعة جدا تقدر تستنتج الـ Saturated Pressure من خلال المعادلة. خلينا ننتقل للمثال، إذا المثال الموجود عندنا راح ندخل المثال. إذا تروحون للمثال أنا اللي أخذته حقيقة هو مثال موجود بالكتاب، نفس المثال راح أتناوله في المحاضرة. هذا هو المثال، المثال الموجود عندنا، هذا المثال مهم جدا وبسيط وسهل، لكن مهم جدا تقدر لازم تعرفه على مود تقدر تعرف شلون تتعامل مع المعادلات ويا الفورمولا اللي موجودة عندنا اللي أخذناها تلافة. عندنا يقول لك بالمثال عندنا كريزيرفا وذا سيرفيس اريا اوف 250، عندك خزان مائي على سبيل المثال والمساحة السطحية 250 هكتار. هذا فيلمنج افريج فاليوز ذا كلايمت باراميتر يدونك اوي، عندها الباراميتر التالية اللي يخص بال اللي يخص بال الكلايمت الاجواء اللي موجودة هنا. عندك على سبيل المثال ووتر تمبرشر 22 درجة مئوية، درجة مئوية، وعندك ريلاتيف هيوميديتي اللي هي الرطوبة النسبية ال ار اتش عندك 40%، وعندك الويند فيلوسيتي اللي هي سرعة الرياح عندك 16، سرعة الرياح عندك 16 كيلومتر بير اور على ارتفاع 1 متر، على ارتفاع 1 متر. اذا تتذكرون بمعادلة مولارز اللي موجودة عندنا قلنا الارتفاع المفروض على 9 متر، لذلك لازم نحول هذا الموضوع على مود يطبق بالمعادلة. المطلوب السؤال، هو estimate the average daily evaporation from the lake by using molar formula، يعني لازم نحسب معدل التبخر للبركة باستخدام هذه المعادلة. هناك مطالب أخرى راح أتناولها واحدة واحدة إن شاء الله. خلينا نكمل بعدين شلون عملية حساب التبخر بطريقة المعادلة. إذا نرجع السوليوشن عندك الحل الحالي التالي، إذا ترجع لمعادلة مولارز اللي هي المعادلة الأساسية، هسه أنا هاي هي المعادلة، عبارة عن معادلة تبخر كي إم، وقلنا كي إم يعتمد على نوع، على حجم الحوض المائي، إذا حوض مائي كبير جدا يستخدمونه 0.36، وإذا صغير يستخدمونه 0.5، هو فاكتور معين. وإذا تلاحظ، اي دبليو ماينس اي اي 1 زائد يونان على 16، إذا المتغيرات كلها نعرفها على مود نطبق هاي المعادلة. إذا هذا اوريدي نعرفه. الـ EW احنا سبق ما قلنا الـ EW نقدر نطلعها من المعادلة من الجدول 3-3 بوجود درجة الحرارة، ماشي. والـ EA نقدر نستخرجه إذا عندك أنت ساتوريتد بريشر وعندك هيوميديتي وعندك رطوبة نسبية، نقدر العلاقة اللي بيناتهم ممكن نستخرج ضغط الهواء الـ Actual، والـ U9 عندي سرعة الرياح اللي موجودة على ارتفاع متر، ممكن من خلالها نستخرج سرعة الرياح الموجودة على ارتفاع 9 متر في نفس الوقت باستخدام المعادلة اللي أني ذكرتها بال 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 بالأكس بالوورد. إذا تكون هاي هي المعادلة اللي هو CH بعد ما على
نجي إذا نرجع للجدول، الجدول اللي موجود عندي هذا هو جدول، الجدول تيبل 3-3 عندنا درجة حرارة هي 20 درجة مئوية. إذا تلاحظ الجدول 3-3 ننتقل جدول 3-3 هذا 3-2 هذا جدول 3-3 بعشرين درجة مئوية. هاي العشرين كانت الـ EW هو عبارة عن 17.50. نفس الوقت إذا تريد تستخدم العشرين وتطبق العشرين معادلة العشرين هنا راح تلقى نفس الحل المفترض هنا. إذا تلاحظ هنا على سبيل المثال أعطي مثال بسيط، صفر بالنتيجة exponential للصفر هي واحد، بالنتيجة يفترض يكون 4.584 اللي هي هاي موجودة عندنا. إذن هذا تريد تحسب الـ EW من خلال الجدول أو من خلال المعادلة، فشيء راجع إليك. يعني طبعا لا تنسى، أنا يمكن أرجع أذكر، إذا درجة الحرارة كانت بين هذ النقطتين بين هذه الدرجتين لازم تسوي linear interpolation، والأفضل وإذا تريد نصيحتي مباشرة من خلال المعادلة تقدر تستنتج الـ EW والـ EW مالتها. هذا هي فيما يخص الـ EW. المتغيرات الأخرى نرجع للمثال، هذا المثال EA. الـ EA إذا تتذكرون بالفصل الثاني، بالفصل الثاني الفصل الثاني خلينا موجود عندكم اساسا، انا دزيتكم اياه. هذا هو الفصل الثاني. اذا تلاحظون الريلاتيف هيوميديتي اللي هي الرطوبه النسبيه عباره عن ضغط الهواء الجوي الاعتيادي على ضغط المشبع. اذا صار عندنا المعلومه الاي اس او الاي دبليو اس اللي موجود عندنا بالرمز الجديد، تضربها في الرطوبه النسبيه في 100% راح نقدر نستنتج الضغط البخار الجوي الاعتيادي. لاحظ انت 0.4 رطوبة نسبية، الرطوبة النسبية اللي هو كاتب relative humidity 40% في 17.54 اللي هي saturated pressure اللي موجودة عندنا، راح نقدر نعرف قيمتها 7.0 ملليمتر من الزئبق اللي موجودة قيمة الـ EA. عندك الويند سبيد او ويند فيلوسيتي ات هايت 9 متر above ground، لازم نعرف قيمة الـ W9 بما ارتفاع 9 متر. المعادلة اللي موجودة عندنا اللي هي UHCH1/7. اذا U على ارتفاع متر، ارتفاع متر صح لا؟ هي قيمتها ارتفاع متر قيمتها 16 صحيح؟ هي تساوي، راح تساوي C اللي هو constant في H، ال H اللي هو عبارة عن 1 متر، هذا 1 متر مرفوع من 1/7. وبالتالي نعرف قيمة C اللي هي راح تساوي 16، قيمة C اللي هي قيمتها 16. بالتالي إذا عرفت قيمة C راح نجي نطبق المعادلة اللي هي على ارتفاع 9 متر، U على ارتفاع 9 متر، ارتفاع 9 متر راح يساوي لنا C اللي هي أساسا عرفتها 16 صح، في من؟ في ارتفاع 9 مرفوع 1/7. بالتالي تقدر تعرف السرعة على ارتفاع 9 واللي طلعت 21.9 كيلومتر بير اور. هاي هي طريقة الحساب اللي تريد تعرفها. بالتالي اصبح عنده معلوم عند الـ U9 من عرفت، والـ EA عرفت، والـ EW عرفت، والـ K عرفت. راح نطبق المعادلة مالتنا، راح نطبق المعادلة مالتنا اللي موجودة اللي هي هاي المعادلة مولارز اكويشن، كلها معروفة، كل المتغيرات عرفت عندي. فطلعت قيمة الـ EL اللي هو معدل التبخر باليوم الواحد هو 8.97 ملليمتر برتين. هذا هو المطلب الأول، اللي هو هذا هو المطلب الأول. يقول لك إذا أنا عندي الـ ISI Standard Evaporation Fan at the side indicated about coefficient 0.8 on the basis of calibration against controlled water budgeting method. If this pan indicated an evaporation of 72 mm a week under question, estimate the accuracy of Muller method relative to the pan evaporation measurements. يعني إذا قلت أنا عندي حوض من الحوض، هذا الحوض من نفس البحيرة اللي موجودة عندنا اللي هي 250، يعني نفس البحيرة هاي سجلت لي
سجلت لي التبخر مالتي 72 مليمتر بالسبوع كله، 72 تبخر من يوم من هذا اليوم للسبوع كله 72. قارني هذه النتيجة اللي موجودة عندي مع مدى صحة المعادلة مرات المستخدمة. إذا قبل كل شيء، قبل ما نقارن لازم نعرف إحنا خلال حساباتنا عرفنا إنه قيمة معدل التبخر لليوم الواحد، اليوم الواحد اللي هو 8.97، اللي التبخر اللي موجود لاستخدام الأحواض اللي عندنا هو عبارة عن 72 بالأسبوع كامل بالأسبوع. لذلك نقسم في سويج حالة 72، وقلنا 72 على 7 في 0.8. راح تسألني شنو هي 0.8؟ قلنا 0.8 هو الكوفيشنت، معامل التصحيح. لازم نضرب قيمة معدل التبخر في قيمة التصحيح هي 0.8 على استخدامنا، واستخدم الـ ISI 0.8 فضربها فطلعت لي 8.23 مليمتر. إذا تريد تقارن بالنتائج، شوف هسه معدل التبخر اليوم المليمتر بير داي 8.23، طرحها من 8.97 راح تلاحظ انه مولر هي كانت قيمته اكثر، يعني اوفر، يعني نسبة التبخر الموجودة هنا هي 97، وقيمة التبخر نتيجة الاحواض نتيجة الحوض، يعني بين البراكتيكال وبين الاكويشن كانت هنا الاكويشن كانت اكثر من البراكتيكال ميثود اللي موجودة عندنا هنا حاليا. تريد تحسب من هذا، يمكن هذا فيما يخص الحل للمطلب الاول من الفرع الثاني. المطلب من also estimate the value of water evaporated from lake in that week، يعني تريد يحسب حجم، يحتمل الحجم اللي موجود في هذه البحيرة. والحجم اللي موجود عندك انت حسبناه 8.23، 8.23 نضربه في 7 ايام لانه عبارة عن يوم واحد تقسم على الف، لانه قسم على الوحدات المتر المكعب، تضربها في 250 اللي هو المساحة المربعة المن للريزيرفر للحوض المائي، تضربها في 10 أس 4 اللي تحولها للمتر، بيطلع لك قيمة هي بالمتر المكعب، اللي هو هذا حجم الماء، حجم التبخر اللي موجود عندنا في 7 أيام موجود. إذن هذا فيما يخص المثال اللي يخص كيفية استخدام معادلات مولرز. عرفنا هذا المثال. خلينا ننتقل إلى الطريقة الثانية، والطريقة الثالثة العفو، اللي هي الطريقة التحليلية لحساب معدل التبخر. الطريقة التحليلية لوجهة نظري هي طريقة معقدة، يعني طريقة مو معقدة وإنما طريقة صعبة، هي تناولناها مسبقا لكن بعض القيم صعبة جدا استنتاجها حقيقة، يعني هناك صعوبة في هذا الموضوع. عندي الآن انتقل الطريقة الأولى وهي الموازنة المائية، هذه طريقة الموازنة المائية وطريقة الموازنة الطاقة وطريقة النقل الكتلة اللي موجودة عندي. راح أشرح واحدة هي طريقة الموازنة المائية، وبقية الطرق هي موجودة أوريدي بالكتاب. يعني أعطيكم مثال على هذا أو شرح طريقة المعادلة. عبارة عن P زائدا، إذا تريد تعرف معدل التبخر اللي موجود عندنا هو عبارة عن P زائد أو الموازنة المائية بشكل عام. خلينا نرجع للرسم بيكون أسهل جدا عندنا. عندك ال VIS هو ال inflow بالسيرفس، يعني الماء الداخل المن لهذا الحوض، الماء الداخل هذا الحوض يعني عن طريق نهر أو أي طريقة أخرى. عندك ال VIG اللي هو أساسا inflow الداخل، لكن عن طريق من؟ عن طريق الجراوند، عن طريق المياه الجوفية. عندنا مصطلح ثاني اللي هو مصطلح ال VOG اللي هو أساسا الاوت فلو مال تليجرام، ان مي دا يطلع من الحوض نتيجه مضخات معينه او اي وسيله اخرى. عندك الفي او اس اللي هو اساسا اللي هو الانفلو، الماء الخارج من الحوض، الماء الخارج من الحوض اللي هو على السيرفيس على سطح الماء. كذلك عندك البريسيبيتيشن اللي هو الامطار اللي موجوده عندنا. عندك من المفقودات الايفابوريشن اللي هو تبخر الماء. كذلك عندك الترانسبريشن اللي هو النتح من النباتات اللي موجوده على سطح الماء، سواء كان طحالب
بعض النباتات الموجودة على الأطراف وزفاف الحوض اللي موجودة، هذا بمصطلح كامل. إذا تلاحظ المعادلة اللي نجيها عندنا كالبي الأمطار، من هي المدخلات نطرحها من المخرجات. عندك البي اللي هي precipitation، عندك الفي اي اس اللي هو الانفلو الداخل، وعندك الفي اي جي اللي هو الانفلو الداخل عن طريق الجراوند ووتر. ايش راح يساوون؟ راح يساوون الفي او، هذا جي في او جي اللي هو الماء الخارج من الجراوند، العفو هذا الفي او اس الماء الخارج من السيرفيس، وعندك الفي او جي اللي هو خارج من الماء الخارج من الجراوند، زائد ان اي ال اللي هو اللي يخص ايفابوريشن، وعندك دلتا اس، عندك دلتا اس اللي هو مقدار التغيير بالماء، هذا مقدار التغيير بالماء، وكذلك عندك تي ال اللي هو ترانسبريشن اللوسيس اللي موجود نتيجه النتح، نتيجه النباتات اللي موجوده على ضفاف النهر او على الماء. فإذا تلاحظ المعادلة عبارة عن مجموعة أجزاء، فإذا تريد تستخرج الإيفابوريشن معدل التبخر اليومي راح تعرف أنه معدل المدخلات اللي هي نتيجة الإنفلو والبريسبتيشن اللي موجودة، زائدا الفي اي جي اي او اس تطرح من عندها التي النتح، ونفس الوقت الدلتا اس اللي موجودة عندنا. اللي هو هذا تلاحظ الدخول والخروج الماء عن طريق السيرفيس، ودخول وخروج الماء عن طريق الجراوند فلو، ويخص عندك المتغير مقدار التغيير في الماء، وعندك في نفس الوقت النتح. هذه هي طريقة الموازنة المائية، لكن بالحقيقة هذه الطريقة هي صعبة جدا، وصعوبتها تكمن في كيفية حساب التغذية من المياه الجوفية، أو حساب خروج الماء من المياه الجوفية. هاي صعبة جدا شلون تعرفها يعني، لذلك هاي في وجه النظر هاي معقدة وليس بالموضوع السهل حسابها يعني. هاي أما بقية الطرق التحليلية الأخرى ممكن تلقاها بالكتاب وتطلع عليها على ما تعرف تفاصيل حساباتها. خلينا ننتقل إلى الايفاب ترانسبريشن ايكويشن، اللي عمليه هاي مهمه جدا، هاي معادله مطوله ومعقده، لذلك يرجى الانتباه. راح اركزوا هاي على مود يتم حسابها، يتم اشرحها بشكل مفصل، يعني متغيراتها كثيره جدا، وتحتاج من عندنا انه نعرف متغير على مود نقدر نعرف شلون نحسب كمقدار النتح التبخر للريمن باليوم الواحد او بالاسبوع وتبر. نجي واحد واحد، نجي هاي المعادله المهمه اللي استخدمناها هي معادله بنمان، هي احد المعادلات اللي تستخدمها لحساب المعدل اللي هي معدل البوتنشال ايفابوريشن ترانسبريشن، هذا هو اللي استخدمت اللي هي بي اي تي، عباره عن اي الاتش ان زائد اي اي دلتا زائد اي زائد لندا. إذا تلاحظ هي أو ممكن تصيغها بالطريقة التالية، نفس الشيء نفس المعادلة. إحنا جي فرضنا بي إي تي هو التبخر الكلي اليومي، البي إي تي هو التبخر الكلي اليومي، هذا هو البي إي تي. كذلك عندك الأي، الأي هذا الأي، الأي هذا الأي هو انحدار منحني ضغط البخار، انحدار منحني ضغط البخار المشبع مقابل درجة الحرارة، ماشي مقابل درجة الحرارة. هذا يستخرج من جدول 3-3، إذا تتذكرون بالجدول اللي أخذته سابقا. خليني ارجع للجدول، هذا الجدول لا تلاحظون بدرجة حرارة معينة نقدر نستخرج اي الموجود عندنا، اي هذا اي عندنا. ال اتش ان هو صافي الاشعاع، اتش ان هو صافي الاشعاع، هذا اتش ان، اتش ان هو صافي الاشعاع، هو صافي الاشعاع الاتش ان بالمليمتر من مقدار الماء المتبخر باليوم الواحد من مقدار المتبخر. عندك الاي اي، هذا الاي اي، الاي اي مهم جدا، الاي اي راح تجي معادلته ومعيار يشمل سرعه الرياح والعجز بالاشباع، سرعه الرياح والعجز بالاشباع، هذا عندنا معادله معينه هم شلون راح نعرف شلون نحسبه. وعندك اللندا هو ثابت مقياس الرطوبه اللي هو ياخذونه 0.49، 0.49. نجي شلون نحسب؟
عندك بعد عندنا ال H A راح نجي هنا. شلون نحسب ال H N؟ ال H N شلون نحسب ال H N؟ ال H N عبارة عن H A واحد minus R A زائد N B N over N capital minus sigma T A 56 minus 0.92 تحت الجذر E A 0.10 زائد 0.9 N over N راح تجاوب. إذا تريد تطبق هذه المعادلة لازم تحسب هذا راح تسم H N. H N شلون يتم حسابه؟ بطريقة تالية. راح نجيب متغير متغير كذلك. إذا HA هو عبارة عن أشعة الشمس عبارة عن أشعة الشمس الساقطة خارج الجو فوق سطح الأفقي اللي هو مليمتر بيرتي. هذا الجدول من يتم حسابه؟ عن طريق الجدول 3-4 اللي هو هذا 3-4. إذا عندك اللاتيتيود، إذا عندك قيمة اللاتيتيود اللي هي تكون موجودة من ضمن السؤال، تقدر وتعرف إنه أنت تريد تحسب المعدل التبخر أو معدل التبخر المتاح لشهر معين من خلال اللي موجودة هذا الجدول، هو ممكن يوفر لك هذه القيم. هذا هو قيمة الـ HA. عندك بعد عندك قيمة الـ R. قيمة الـ R اللي هو معامل الانكسار. معامل الانكسار يعتمد على الجدول التالي. إذا عندك surface close ground pools وعندك water surface as well وعندك snow، هذا range of R values، هذه المعادلة طبعا هذا يكون موجود عندك في سؤال من السباق تقدر تحسب فيها معامل الانكسار. كذلك عندك ال B هو constant، عندك ال A العفو عندك ال A مهمة جدا هم constant، لكن ال A تعتمد على latitude. latitude اللي قلنا عليها بالجدول أنا هم يكون من ضمن متوفر ضمن السؤال، لكن قيمتها تكون A هي 0.29 كوساين اللاتيتيود، الزاوية اللي موجودة عندنا زاوية 28 درجة و 4 دقائق 50 درجة و 4 دقائق. راح أخذ مثال راح تعرفون شلون يتم حسابات ال A. هاي ال B. عندك ال N، عندك هاي ال N ال actual duration of bright sunshine in hours اللي هي فترة استدامة إضاءة الشمس، فترة استدامة إضاءة الشمس الحقيقية هذه من بالساعات. الآن هو أقصى عدد الساعات، هو أقصى عدد الساعات بالإضاءة لضوء الشمس المتوقع. هذا من نقدر نحصل عليه من جدول 3-5. من جدول 3-5 هذا هو جدول 3-5 هم يعتمد على اللاتيتيود، وبالتالي نقدر نستخرج N من خلاله. نرجع نكمل بعد عندك سيجما اللي هو معامل ستيفن بوزمان اللي موجود عندنا، هذا سيجما اللي تساوي 2.01 في 10 مرفوع ماينس 9 مليمتر بردي. وعندك ال تي اي اللي هو معدل درجة الحرارة اللي هو الكيبل اللي موجود عندك. إذا تروح هذا عندنا معادلات عندك بشابتر 2، هاي المعادلة ممكن تتم شلون تحويل من درجة سي إلى درجة كيبل اللي هي 273 زائد سي، ماشي. وعندك اللي هي اي احنا اخذناه سابقا، وكذلك هذا اللي هي اللي موجود بعد. قعدنا بعد احد المتغيرات المهمه جدا عندنا متغير اي اي، متغير اي اي مي اي شلون يتم حسابه؟ بالمعادله التاليه اللي هي 0.35 1 زائد يو 2 اللي هو السرعه على ارتفاع 2 متر على 160 على ساتوريتد بريشر زائد ضغط الهواء البريشر الموجود عندنا، ضغط الهواء الحقيقي اللي تم تعريفه سابقا. هذه مجموعة متغيرات، مجموعة تعتمد على جداول ومعادلات. يلا نقدر نصل للنتيجة النهائية اللي تخص اللي حساب معدل المتاح التبخر من يوم الواحد، ماشي. راح ناخذ مثال على هذا الموضوع على مود نعرف شلون نتم تطبيق المعادلة. نفس الوقت أنا أخذت المثال اللي موجود عندكم بالكتاب، هذا هو المثال. المثال عندكم 3-2 calculate the potential evapotranspiration from the area near New Delhi in the month of November باستخدام معادلة بلمان بال following data 4-4 اللي هو عندك مجموعة بيانات متوفرة. عندك اللاتيتيود اللي موجودة اللي 28 درجة واربع دقائق. إذا تتذكرون قبل إحنا كنا نحسب 28 point something، يعني لازم تجي 28 زائد 4 دقائق تقسمها على 60 يطلع 28 point something.
نحتاجها يعني على قيمة معلومة ماخذينها بالسنوات السابقة إذا تتذكرون. الإليفيشن عندنا 230 متر أبوف ذا سي ليفل اللي موجودة، وهاي الجدول 3-3 موجود عندكم، وجدول 3-4 موجود عندنا لحساب الـ HA، وجدول 3-5 لحساب الـ M. كذلك عندنا مين مونتلي تمبرتشر 19 درجة مئوية، افريج ريليف هوميديتي الرطوبة النسبية 75%، عندك المين اوبزرف سانشاين اورز اللي هي ان سمول 9 اورز، وعندي ويند سبيد على ارتفاع 2 متر 85 يو 2 85 كم بير داي، وناتشر عندك ناتشرال اوف سيرفيس كفر كلوز جراوند جرين كوبس اللي هو هاي مهمه جدا على ما نحسب بها معامل الانكسار اللي حكينا عليه بالجدول السابقه. راح نجي خطوه خطوه شلون نحسب شلون نطبق هذه المعادله بالطريقه التاليه. اذا اول خطوه مهمه جدا قلنا نجي نفتح الصفحه الثانيه، لازم اول عامل بي اي تي تساوي اي على اي زائد دلتا، نعرف شنو اي، وقلنا اي من خلال جدول 3-3 من خلال جدول 3-3، وجدول 3-3 قلنا عليه هو شيفت من جدول 3-3 على درجة الحرارة، ودرجة الحرارة هي اساسا على درجة الحرارة نقدر نعرف بها اي نعرف بها الاي. درجة الحرارة هي موجودة اوريدي، درجة الحرارة بالسؤال اللي هي 19 درجة مئوية، 19 درجة مئوية شوفونا 19 هاي 17، إذا 19 هي بين 17 و20، بين 17 و20 لذلك القيمة تكون بين 0.95 بين 1.1، فهي لازم تسوي انتربوليشن لينير انتربوليشن بيناتهم تقدر تعرف قيمة الـ A، أو تستخدم المعادلة الأول عفوا المعادلة فيما يخص الـ AEW، هذا القيمة الأولى فيما يخص الـ A. هذه قيمة الأي اللي هي طلعت 1 مليمتر على كل درجة مئوية سيليزية. عندك الـ AW، الـ AW مهمة جدا، الـ AW نفس الجدول اللي موجود عندنا، هذا هو نفس الجدول بدرجة حرارة 19، درجة حرارة 19 تقدر تحسب بها الـ AW اللي هي بين الـ 15 وبين الـ 17، وطلعتنا اللي ساتوريتد بريشر هو 16.5 مليمتر من بالزئبق اللي موجودة عندنا. عندك تيبل 3-4 راح نطلع الـ HA، عندك قبل تبدا هسه راح نحسب هذا المعادلة نحسب الـ HN. الـ HN ايش تحتاج عندنا الـ HA؟ الـ HA اللي قلنا عليها HA هي اساسا موجودة عندك بالتيبل 3-4، بالتيبل 3-4 لو تروح للتيبل 3-4 هذا هو التيبل 3-4. تيبل 3-4 على ما يعتمد على اللاتيتيود، على اللاتيتيود نقدر درجة اللاتيتيود عندنا هنا عندي 28 على سبيل المثال 28 درجة و4 دقائق، إذا تلاحظ 28 زائد 4 دقائق تقسيم 60 طلع 28 سنتي، فتقدر 28 لاتيتيود اللي هو اتش اي شوفون 28 اللي هي هاي 28 بين 30 وبين ال 40، فتريد تسقطها يا شهر تستخدمه أنا طالب من عندك نوفمبر راح تكون قيمتها بين 9.1 وبين 6.7، يعني بالسؤال مطلوب من عندك، مطلوب بالسؤال هذه النتيجة في شهر نوفمبر، في شهر نوفمبر. لذلك HA يتم استخراجه بالطريقة التالية بين 30 و 40 راح تعرف بين 9.677 درجات HA 9.576 ملليمتر ووتر بير داي، هذه هي الـ HA. بعد يريد نستخرج N كابيتال جدول 3-5، N كابيتال من جدول 3-5 N يجي تساوي 10، هذا جدول 3-5. جدول 3-5 نفس الوقت عندنا لاتيتيود اللي هو محسوب بين 30 و40، وعندي شهر نوفمبر عشان نوفمبر يفترض تكون بين 10.6 وبين 10، اذا طلعت 10.716 اور. كذلك اذا نقدر نطلع نتيجة ان اوفر ان كابيتال، الان سمول هو اوريدي عندنا 9، هاي الان سمول موجود عندنا 9 تقسيم ان كابيتال 4.84. بقية المتغيرات عندنا واحدة واحدة، عندك لي اي اللي هو ضغط الهواء الطبيعي اللي قلنا اللي هو relative humidity اللي هو الرطوبة النسبية اللي هي 75% في saturated pressure 16.5، طلعت لنا القيمة 12.38.
عندك الاي اذا تذكرون بالمعادلة الاي، هاي الاي هي عبارة عن كونستان اللي هو عبارة 0.29 كوساين الزاوية اللي موجودة عندنا، او اللاتيتيود اللي هو 29 كوساين 28 4، طبعا لازم تحولها هذا القيمة، واللي هي عبارة عن كالكوليتد يعني بالطريقة هذه نقول 4 تقسيم 60 قيمته 0.06 زائد 28 يطلع لك هاي القيمة. هاي القيمة تاخذ لها الكوساين وتقدر من خلالها تضربها في 29 تطلع القيمة قيمة اي. البي 52 اللي هو كونستانت، هذا هو قيمة البي كونستانت 52. عندك السيجما اللي هو كذلك كونستان، هذه هي السيجما قيمة 2.1 لتر برتي، تمام. عندك التي اي عندك لازم نحولها، ماشي. عندك درجة حرارة سيليزية 19 يتم تحويلها، حولناها. وعندك ضربة التي اي في سيجما فطلعنا عندك 14.36. عندك ار مهمة جدا اللي هو معامل انكسار، راح طلع لي عندي 0.25 اخذها. شلون بين 25؟ من اول كان استخدم الكلوز جراوند جرين كروبس اللي موجود عندك هان، ترجع للجدول هذا هو استخدام اخذت اني معدل 25، هذه هو قيمة الار. قيمة الار اذا اتش ان، اذا هسه كل المتغيرات اللي تخص اتش ان، الار عندي، الاي عندي، البي عندي، ان ان كابل، كل المتغيرات موجودة عندي، فطلعت لك الاتش ان قيمتها تقريبا 1.99 ملم واتر بير داي. عندك معادلة من معادلة 3.15 اللي معادلة النوع، المعادلة الثانية راح نستنتج اي نستخرج اي اي، لان المعادلة عرفنا هسه الاي وعرفنا الاتش ان، بقت لنا الاي اي. الاي ان هي 0.35 زائد الارتفاع على مترتين، السرعة على ارتفاع مترتين يعني 160 على ساتوريت بريشر زائد ضغط الهواء اللي موجود، ف 0.35 زائد 85 اللي هو اساسا موجود عندنا بالسؤال، تقسيم 160 على 16.5 ناقص 12.38 اللي هو النتائج اللي حسبناها سابقا، فطلع 2.2.8 متر بير داي. إذا المعادلة النهائية هي الـ PET اللي هو potential potential evaporation موجودة، فطبق المعادلة كلها سابقة عبارة عن A زائد قيمة الـ A، فطبق المعادلة موجودة وتقدر تحسب من عندها كمية البوتنشال اللي طلعت لنا قيمتها تقريبا 2.06 ملم بير داي. هذه هي المعادلة، أو يتم حسابها بالطريقة التالية، أو أعتقد معادلة سهلة وليست صعبة، لكن مهم جدا تعرف شلون تتم تطبيقها واستخدام الحسابات. أنت على نفس المعادلة الموجودة، ممكن نفس السؤال الموجود، حاول إنه تتمرن شلون تحسبها، تحسب لكن غير بعض المتغيرات، على ما تقدر. يعني على سبيل المثال انت لا تستخدم الكلوز جراوند جرين كوت اللي موجود، استخدم غير نوع السنو على سبيل المثال، غير اللاتيتيود على سبيل المثال اللاتيتيود. خلينا نتفق على سؤال مهم على ما تقدر تعرف، على ما تعرف النتائج اللي انت راح تحصلها. اللاتيتيود غير ليها، غير اللاتيتيود الى 40، اللاتيتيود الى 40 وحل السؤال وشوف النتائج كذا، فقط اللاتيتيود تسوي لي 40 وحل السؤال وشوف النتائج راح تتغير لو غير النتائج اللي عندنا. اعتقد اني هسه اكتفيت بالمحاضره، هذا كل ما يخص الفصل هذا، وان شاء الله راح نلتقي بفصل الفلتريشن اللي هو الترشيح في المحاضرات القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا.